بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبائي أبنائي وبناتي إخواني أخواتي طلاب المستوى السابع في إدارة المشروعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع دخول الحلقة 15 وقد انتصف الأمر في الحديث عن هذه المادة، سنتابع موضوع السلبيات في أن يكون المشروع جزء من الإدارة الأم، كما تحدثنا عن إيجابياته العديدة. لا شك أن هناك وجه آخر لابد من الوقوف عليه والحديث عنه باستفاضة. أما السلبيات فلا شك أحد العيوب الأساسية في هذا النوع من التنظيم للمشروع أن الزبون أو العميل لا يكون محور الاهتمام وبؤرة التركيز. لماذا؟ لأن الاهتمام سيكون من خلال المنظمة، يعني هناك لجان مختصة تقوم على التعامل مع العميل، هناك علاقات عامة، هناك اهتمامات، هناك تداخلات. العاملين في القسم لديهم مسؤوليات أخرى غير المشروع يديرون إنجازها أيضا. كذلك هناك الاهتمام يكون اللصيق في القضايا الفنية، بالتالي سنلمس أن أحد هذه العيوب أن العميل لا يكون محور الاهتمام. ثم بسبب عدم وجود شخص واحد مسؤول مسؤولية كاملة عن المشروع فإنه سيحصل تشويش في تحمل المسؤوليات، بمعنى أنه لا يوجد من يحاسب بشكل عام على التقصير والفشل. المسؤولية الآن هناك مسؤولية الإدارة العليا، هناك مسؤولية الإدارة الهندسية، هناك مسؤولية مدير المشروع، هناك مسؤولية المدراء الفرعيين في الميدان. إذا تعددت المسؤوليات، وبالتالي أحيانا نقول ضاعت المسؤولية نتيجة تعدد المدراء. إنما لو كنا نعتمد اعتمادا كليا على مدير واحد، يقوم هذا المدير بعمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه ثم الرقابة والتقييم، نجد أن التبعية ووحدة الأمر أصبحت ثابتة واضحة، وبالتالي لا مجال لأن يكون هناك ازدواجية أو تعدد. في هذا كذلك من السلبيات نتحدث عن أنه السلبية نتيجة وجود مستويات إدارية متعددة، أي طبقات، كما أسلفنا سابقا القضية ليست فقط مسؤوليات، يعني حتى نخاطب بشكل متسلسل ولا نتجاوز المرجعية لابد لنا من أن نكتب من المستوى الأدنى ثم إلى مسؤول القسم الهندسي ثم إلى مدير المشروع ثم إلى الدائرة الهندسية ثم إلى إدارة. شوف كم هناك من حلقات زائدة، طبقات، لا بد من أن يصل الكتاب أو يصل المعلومة أو الطلب من إلى حتى يصل إلى الشخص صانع القرار. نجد أن هناك حلقات زائدة متعددة تستهلك الوقت والجهد، وبالتالي تحدث شيئا من الإرباك. هذه هي أحد السلبيات. كذلك النقطة الرابعة في هذا بسبب عدم وجود مسؤول أول عن المشروع، لأن العاملين لديهم مسؤوليات أخرى غير المشروع في قضية الحث وتحفيز العاملين، وهنا الأمر لا بد من أن نتعامل مع الموضوع على أساس من الوضوح، بمعنى الحث والتحفيز خاصة للعاملين هذا يضعف الأمر ويؤثر على الأداء والإنتاج. ليه؟ لأنه العامل يحتاج بشكل دائم إلى التحفيز، يحتاج إلى التوجيه، يحتاج إلى أن تدخله فيما يسمى بالمسابقة حتى يجد الحافز الكافي للأداء وتطوير الإنتاج. أما إن تحول الأمر إلى ماكنة تبدأ عملها في صباح يوم ما وتنتهي مع نهاية هذا الدوام، سيكون الإنسان أشبه بكتلة جامدة ليس لها عواطف ولا تتعامل مع المنتج بالجودة الكافية. لماذا؟ لأن الجامد لا يخرج إلا جامدا. فمن هنا كذلك من ضمن السلبيات أنه
لا يصنع هذا الشكل للمشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدة مثل تطوير طائرة أو سفينة ضخمة أو كذا. أنت تتكلم عن تخصص، والتخصص يحتاج جزء من منطق التخصص يعني الإبداع، والإبداع يتطلب إمكانيات، ثم نتكلم عن مشاريع ضخمة كبيرة. أما إن تكلمنا عن مشروع تابع للمنظمة الأم فهي كالمشاريع التقليدية التي تعد بالأيام والأسابيع وربما بالأشهر حتى تنتهي. إنما عندما تتكلم عن مشروع إنتاج طائرة فهذا الكلام يعني أنك تتكلم عن مصنع لأمور معقدة جدا غاية الدقة، وبنفس الوقت تحتاج إلى تكاليف باهظة. فأنت لابد من أن تتحدث عن مشروع مستقل تماما. هذا المشروع هو الذي يعطينا النتائج المقنعة. أما أن يكون تابع للمنظمة الأم فإذا حكمت عليه بالتضييق أو الصغر، وهذا لا يتناسب مع حجم الطموح المطلوب. الآن ننتقل إلى الشكل الثاني من أشكال التنظيم، وهو تنظيم المشروع الصرف المستقل. نقول الصرف بمعنى أنه مستقل تماما عن المنظمة الأم، كذلك له إيجابيات وله سلبيات. في هذا الموضوع لا شك يكون المشروع منفصلا عن بقية النظام وعلى شكل وحدة مستقلة ولها ذاتيتها، له طاقم الفني المستقل، له إدارة المستقلة، ومرتبط بالمنظمة الأم عن طريق التقارير الدورية وعن طريق مدير المشروع. إذن هناك خيط يربط بالمنظمة الأم من خلال إدارة هذا القسم، وهذه التقارير هي ما يسمى بتقارير الإنجاز التي ترفع على المنظمة الأم لتطمئن على مستوى الأداء كما يجب، وهي عبارة عن تشيك ليست، قائمة تحقق جاهزة يقوم بتعبئتها المهندس المشرف أو المدير المشرف ليطلع الإدارة على مستوى الإنجاز وعن ما تحقق من الأهداف. هنا إذن هناك استقلالية، لكن قلنا عملية الربط التي تتم هي عملية ربط فقط بخيط، بمعنى أن الإدارة مستقلة بقدراتها بكفاءاتها، لكن لابد من أن يكون هناك تغذية، هناك يعني فيدباك في هذا الموضوع حتى تستطيع الإدارة أن تواصل الإمداد بالمواد، تواصل الإمداد بالدعم المالي بالخبراء ما أمكن في هذا المجال إذا طلب منها ذلك. فالقضية الأخرى، بعض المنظمات الأم تساهم في الإشراف على الأمور الإدارية والمالية والبشرية والرقابة على المشروع، لكن بعضها الآخر يمنح المشروع استقلالا ذاتيا. هذا الموضوع يعني أن يكون هناك متعلقات في قضايا إدارية ومالية وبشرية ورقابة. بعض المنظمات تقول لابد من التخفف حتى ما أصنع كتل أخرى وحلقات أخرى داخل هذا المشروع للقضايا الإدارية والقضايا المالية والبشرية والرقابة والتقييم، حتى لا أثقل كاهل المشروع بكلف إضافية زائدة. إذن ما دام عندنا هذه الأقسام قائمة إذن نتعامل معها. أما البعض الآخر فيجد أن الاستقلالية يجب أن تكون كاملة ليست منقوصة، لا لنا علاقة فيكم ولا لكم علاقة فينا إلا من خلال النتائج النهائية المطلوبة. وبالتالي يكون هنا التعامل مع المنظمة الأم كما قلنا من خلال الخيط الرفيع. كذلك حتى يكون المشروع مسؤولا ومحاسب عن نتائج الأعمال وتحقيق الأهداف، إذن يطلب دائما مدير المشروع الاستقلالية المطلقة. خلوني أقوم بأهدافي، أحقق أهدافي، أقوم بأعمالي دون تدخل، أعطيكم النتائج الكافية. إنما إذا حدثت الازدواجية تكون المشكلة أكثر صعوبة. ننتقل إلى الشكل الآتي. هذا الشكل هو نموذج من
وشكل من أشكال التعامل مع المشروع المستقل. نلاحظ أن وما يخصنا في هذا الشكل الرئيسي وجود رئيس ووجود أقسام مالية، مدير بحث وتطوير، مدير التصنيع، مدير التسويق، مدير البرنامج. نجد أن الشكل هو شكل قديم. الآن الشكل الجديد أنه مدير البرامج أو البرنامج لا عنده مشروع أو اثنين أو أكثر، كل مشروع يتبع له بالتأكيد لكن له استقلالية كما قلنا بالخيط أو الخط الأزرق المتجه نحو مدير مشروع A مدير مشروع B. نلاحظ المشروع A نلاحظ عنده كذلك تسويق، عنده تصنيع، عنده بحث وتطوير، عنده مالية كما هو الحال في مشروع B. إذن هناك استقلالية، هناك عطاء ملتف، وكأنك تتعامل مع شركة كاملة وهذه الشركة تتبع تبعية إلى مؤسسة أم في وقت ما. إذن هذا هو الشكل الذي يمثل النموذج الصرف. الآن ما هي إيجابياته وما هي سلبياته؟ الإيجابية الأولى أن هناك سلطة كاملة على المشروع لا يزاحم فيها أحد، وبالتالي لا حجة له إن فشل. يكون جميع الأفراد في المشروع مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام مدير المشروع، بالتالي لا يوجد هناك ازدواجية ولا تبعية أخرى. ومعني إذن بصب كل جهده في عملية التوجيه والتطوير والتحفيز ليحصل على النتائج. عندما يتم فصل المشروع عن الأقسام الوظيفية فإن خطوط الاتصال تصبح أقصر، وهذا يسرع الأداء كما قلنا قبل قليل لما تحدثنا عن الحلقات الطويلة حتى يصل الموضوع من مكان إلى آخر. هنا تحدثنا الآن عن حلقات وعملية اتصال أقصر. المشرف المهندس الميداني يكلم مدير مشروع احتاج إلى مثلا 10 طن من الإسمنت، الآن بحاجة إليهم، لا يوجد هناك إلا حلقة واحدة يوعز بشرائها بأي ثمن في نفس اللحظة خلال ساعة يكون في المشروع، لأنه لا يوجد هناك مجال للتعطل. هذه هي ميزة. كذلك في حال وجود مشاريع عديدة ومتابعة من نفس النوع فإن المشروع الصرف يمكن أن يحتفظ بكادر دائم من الخبراء في ذلك المجال. هذا الكلام عندما يعني يكون فعلا عندنا مجموعة مشاريع، هذا الطاقم المتكامل المتجانس المتفاهم الذي يعني قصر المسافات على نفسه وأدى بشكل متكامل ولحمة إلى تحقيق نتائج طيبة، هذا نفسه يستطيع أن ينتقل إلى شغل آخر، إلى مشروع ثاني وثالث، ويقوم بنفس الأدوار بالسرعة الكافية وبالأداء المطلوب ودون أن يكون هناك اجتهادات أو إعاقات. إذن أصبح هناك لحمة، وهذه اللحمة لا شك تفيد في تحقيق الأهداف. كذلك تشكيل هوية مستقلة وقوية، هذا اللي قلنا قبل قليل. الاستقلالية تعني وجود هوية للمجموعة، وجود تآلف فيما بينهم. هذا التآلف يدفع بالأداء إلى الأمام، يقوي بعضهم البعض، يقوم بمساعدة بعضهم البعض في التخلص من أخطائهم السابقة. يصبح القيام بأي مشروع هي قضية آلية لا أكثر. وأقصد قضية آلية أي أنها تصبح نمطية بحيث أنه القيام فيها لا يحتاج إلى ذات الضغط النفسي الكبير حتى يفهم بعض جوانبه، لا، الخبرة أولا، الكفاءة، الإنجازات المتعددة جعلت من هذه المجموعة مجموعة قوية وذات هوية مستقلة وبنفس الوقت ذات إبداع. فمن هنا التخصص الذي يلجأ له العالم في كافة المشاريع والمجالات، هدفه الأساسي الإبداع، هدفه أن يكون هناك توافقية في المجموعة. ثم نتابع الإيجابيات في المشروع الصرف. فنتحدث عن أنه هناك
لوجود سلطة مركزية في المشروع، كذلك يعزز القدرة على اتخاذ القرارات السريعة والمفاجئة وسرعة الاستجابة لطلبات الزبائن. وهذا أشرنا إليه في موضع آخر، على أنه هناك استجابة، هناك تقصير في الاتصالات، هناك اتخاذ قرار دون العودة للجهة الأعلى، هناك ميدانية الحكم، الحكم الموقفي الذي يتطلب قوة وبالمقابل سرعة، وكذلك يتطلب أن نقف ألا ننقص من قدر الجودة شيء. وكذلك في المشروع الصرف تتحقق وحدة الأمر الذي تكلمنا عنه، يتأكد العاملون بأنه لابد من تطوير مسارهم الوظيفي، وأن هذا المسار الوظيفي مرتبط بماذا؟ بنجاح المشروع، أي كلما حققوا إنجازات أضافوا إلى السجل التاريخي لهم أنهم قاموا بالإنجاز الفلاني، وبالتالي اكتسبوا الخبرة، اكتسبوا الكفاءة والسمعة الطيبة. وهنا مدير المشروع مسؤول عن أعمالهم وعن التقارير، وبالتالي هناك كما قلنا وحدة أمر واحدة في حيز واحد تؤدي إلى نتائج إبداعية. كذلك فالمشروع الصرف قد تكون الهياكل البسيطة ومرنة. كيف؟ يعني عندما تتحدث عن مجموعة تقوم بإنشاءات أو بعمل ما في وقت ما، إذن هذه المجموعة مهمتها محددة وبالتالي تقوم فيها ببساطة دون تعقيد ودون طلب من الجهات العليا، ونحتاج إلى معدات، نحتاج إلى ماكينات، نحتاج إلى فنيين، نحتاج إلى لا لا لا، كل شيء موجود عندك، مهمتك محددة ومهمتك موقوتة زمنيا. إذن قد تسير كل المهام في خطوط متوازية معا فتحقق النتائج ببساطة وبسلاسة ومرونة كما هو الحال. إذن الهياكل بسيطة كذلك وتسهل في فهم العمل والاستجابة للمتغيرات. نأتي إلى السلبيات. كما قلنا، مع أنني شخصيا أميل إلى المشروع الصرف وإلى مفهوم التخصص، إلا أن لكل شيء وجه آخر. هذا الوجه الآخر أن المنظمة الأم يكون لديها واحد أو أكثر من المشاريع، في لذلك الوظائف تكون مالها تتكون متكررة، لذلك تزداد الكلفة. هنا مدير مالي، هناك مدير مالي، في كل مشروع من الأقسام التابعة لهذه المنشأة الأم لها استقلالية، بالتالي لها قسم توظيف، وهناك كذلك قسم مالية، هناك قسم بحث وتطوير، هناك قسم معلوماتية، هناك أقسام مختلفة. هذه بحد ذاتها هي كلف، وكلف وأعباء على المشروع، بالتالي تكون يعني إلى حد ما ضاغطة من الضواغط في زيادة الطاقم. وكذلك يعني أنت عندما تتحدث مع أعقد الوظائف خاصة الجانب الفني تحدث هناك ازدواجية لا شك في الوظائف، سواء كانت فنية أو إدارية، كانت بسيطة أو معقدة. كذلك المشروع الصرف حتى نضمن النجاح في الوصول للأهداف، فمدير المشروع مضطر للاحتفاظ بالخبرات والأفراد والمعدات كي لا يحصل إعاقة في عمل المشروع. بمعنى أنا عندي توليفتي اللي سميناها هوية، والهوية تضم مجموعة من الأفراد العاملين في نفس المشروع، سيسعى هذا المدير إلى أن يحتفظ بهم بالكفاءة والخبرات حتى مع انتهاء المشروع. ليه؟ لأنه هذا طاقمي، هذا اللوبي، هذا المجموعة اللي أنا أعتز فيها، بالتالي أنا ماني مستعد أفتتها وأوزعها على بقية أقسام الشركة، وعندما يأتي مشروع أبدأ أجمع وألملم فيها. بالتالي كل مشروع، كل مدير في هذه المشاريع يكون متخندق. ما معنى متخندق؟ أي أنه يجمع كفاءات ويضعها عنده حتى لو لم يكن هناك عمل خلال فترة معينة، فبقول لا أحد يمس أفرادي أو كفاءاتي.
هنا نجد أنه هناك تجميد، هناك تخزين كذلك للمواد اللي سبق وحصل عليها، سواء كان مواد أو معدات أو كذا، على اعتبار أنه هو مدام منحتون استقلالية خلونا أشتغل باستقلالية. كذلك لأن الأقسام الوظيفية في المنظمة الأم تبقى في مخزن ومنبع المعرفة الفنية والخبرات التقنية، فإنها لا تكون دائما متاحة للدخول إليها والاستفادة من هذه الخبرات في حال المشروع المستقل. كما أن كما تدين تدان، كما أن إدارة أو مدير الوظيفي، المدير الوظيفي يسعى للخندقة ويحتفظ بالكفاءات ويحتفظ بالموارد ولا يعطيها لزملائه في مشاريع أخرى، فإن المنظمة الأم كذلك لديها كفاءات وخبرات ستحجب مخزون الخبرات عنه، فيحدث أحيانا ما يسمى بالخندقة، كل واحد متخندق في خندق مستقل ويتعامل مع الآخر على أساس أنه ند، فمن هنا تضعف المسألة. كذلك من السلبيات في حال المشروع الصرف، فإن فريق العمل يشكل علاقات وروابط قوية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث صراع بين أعضاء المشروع وبين أعضاء المنظمة، وهذا الذي قلنا عنه أنه صراع سلبي. في هذا المجال نقول أن القلق كذلك بين أعضاء فريق المشروع على مستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء المشروع سيوجد لديهم مكان للعمل فيه في الشركة أم سيتم الاستغناء عنهم، هذه نقطة التخوف الدائمة. إذا كان المدير صاحب شخصية قوية ويسعى لتطمينهم بأن هذه الوظيفة وظيفة دائمة لهم حتى لو انتهى وقت المشروع، فأنا بحاجة لكم ولن أدعكم، سأنتقل إلى مشروع آخر وآخر، وبالتالي سأحتفظ بكم حتى أقوي هويتي ومجموعتي وأبقى جاهز القيام بأي عمل دون أن أجتهد فأبحث عن أشخاص آخرين، وبالتالي أسعى لفهمهم وأسعى للوقوف على توجهاتهم وتوجيههم كما يجب. نحن حتى ننتقل إلى التنظيم الآخر، تنظيم المصفوفة الخليط الذي تحدثنا عنه في من المجموعة الأولى المنظمة الأم أو المشروع الشكل المشروع الصرف، في هذا الخليط سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.